هو تمام. طبعا احنا ال هو دكتور قبل حضرتك سجلت؟ حضرتك بدأ سجلت صح؟ بالتسجيل، بيبدأ اهو دلوقتي، اللي طب هو خلاص ماشي. الباور سيمي كوندكتور ديفايسز اللي احنا خدناها بس بفكرك. طبعا هنا الديفايسز دي بتبقى اكت اس سويتشز وزاوت اني ميكانيكال موفمنت. طبعا اتكلمنا على الباور ديفايسز، على الباور دايودز والباور ميتال اوكسايد سيمي كوندكتورز والباور باي بولر جانكشن ترانزستور والانزليتد جيت باي بولر ترانزستور اللي هي الاي جي بي تي والثيريستور، هي دي اللي هنتكلم عنها النهارده. يعني دي الانواع المختلفه الخاصه بالباور سيمي كوندكتورز اللي عندي، يعني اللي هي الانواع دي. خلي بالك انت كل نوع تبقى عارفه، يعني عارف زي ما قلنا، يعني احنا دلوقتي مثلا قلنا كل نوع بنقول الاستراكشر بتاعه، بنقول الشكل بتاعه، بنقول الريتنج بتاعته. يعني مثلا هنا اتكلمنا على، يعني لو جينا بصينا مثلا، طبعا انا بس بعدي سريعا على اللي هي السلايدز اللي فاتت بتاعت المحاضرات اللي فاتت، لما قارنا ما بين الايديال والبراكتيكال سويتش، دخلنا في انواع الدايودز، وقلنا الانواع بتاعت الدايودز زي شوكالي دايودز وزي الشوتكي دايودز وزي الباور دايودز وهكذا. وخدنا في كل نوع المفروض بتاخد الكاركترستكس بتاعته اللي هي الاي اي مع الفي اي بتاعت الدايودز. وفي الباور دايود عندنا اهو، خدنا لما الدايود بيبقى في الفورورد بايس ايه اللي بيحصل، لما يبقى في الريفرس بايس ايه اللي بيحصل، وطبعا الايكويشنز اللي بتربط ما بين الاي والفي. ودخلنا على البي جي تي اللي هي الترانزستور، دخلنا اول نوع اللي هو البايبولر ترانزستور اللي هم نوعين. انا براجع بس على الكلام اللي اتقال، كان في عندي الان بي ان والبي ان بي بالنسبه للبي جي تي، الموسفت كان عندي الان تشانل والبي تشانل. اتكلمنا في البايبولر ترانزستور ان هي دي تعتبر 3 تيرمينالز، الدايود مثلا 2 تيرمينالز. خلي بالك ان الامتحان بتاعك هيبقى ام سي كيو، يعني كل ترانزستور من دول تبقى عارف، او كل ديفايسز من دول بيبقى فيه كام تيرمينالز، اسماء التيرمينالز بتاعتك ايه، الحاجات دي كلها تبقى انت ايه اوير بيها. تمام، زي مثلا بايبولر ترانزستور تمام ماشي، تبقى عارف ان هو مثلا 3 تيرمينالز. دقيقة واحدة بس يا جماعة، اقفل الباب بس دقيقة واحدة. تمام معلش يا جماعة، بس دلوقتي زي ما احنا شايفين اي أولي جهاز، مخرج اي جهاز عندنا لازم تبقى عارف التيرمينالز بتاعته فيه كام تيرمينالز، زي مثلا الدايود 2 تيرمينالز الانود والكاثود، البايبولر ترانزستور فيه 3 تيرمينالز لو ان بي ان او بي ان بي اللي هم الكومبليكتور والبيز والاميتر، تبقى عارف الفرق ما بين كل سيمبل والتاني. زي ما انت شايف هنا الان بي ان الاميتر السهم بتاعه بيبقى خارج كده، ده يبقى ان بي ان في الناحيه الاميتر، ده بتلاقي السهم بتاعه داخل اهو في الاتجاه الداخل ده، يبقى ده بي ان بي مثلا. يعني لو عايز تعرف الفرق بينهم ازاي، ده بيشتغل ال ان بي ان التيار بيبقى داخل على البيز، في حاله البي ان بي التيار بيبقى خارج من البيز عشان الترانزستور دوت يشتغل. ما بيبدا يشتغل انت عايز تشغله مثلا في الاكتيف مود عشان تستفيد من خاصيه الامبليفيكيشنز، فليها ايه بيرفورمانس معينه. احنا دلوقتي عندنا اهو زي ما انتم شايفين ده التو ترانزستورز اللي هم خاصين بالبايبولر ترانزستور. طيب بعد كده في عندنا الاستراكشر، تبقى عارف الاستراكشر بتاع البايبولر ترانزستور، الدوبنج اللي انت عملته عشان يبقى موصل. احنا دايما بنقول ان الترانزستورز ديت سيمي كوندكتور، سيمي يعني ايه اشباه موصلات، يعني لازم تبقى ايه، لازم توصل. تمام، فعشان تبقى كوندكتورز فلازم انك تعمل دوبنج معين، ده اللي كنا اتكلمنا عنه في او الثاني معرفش. تمام، فهنا عندي ال N layer is added في الباور بي جي تي اللي هي بتعرف ك drift tree. في عندك ال N فبنكمل مع بعض. تمام، الاستراكشر بتاع البايبولر ترانزستور اهو زي ما انت شايف، ده برضو انا براجع بس سريعا ان كل ديفايس تبقى عارف الايه الحاجات الخاصه بيه، هو كام تيرمينالز، التيرمينالز بتاعته عباره عن ايه، الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه، الكاركترستكس الاي بي كاركترستكس بتاعته، يعني عشان وانت بتذاكر طبعا ده بيفيدك في امتحان الام سي كيو اللي هو بتاع الخاص بالميد تيرم. زي ما انت عارف،
حابب اسالك كده تبقى عارف كل جهاز، بحس انك بسالك حاجه معينه اقول لك ده انهي جهاز، تبقى انت عارف ده انهي ديفايس معين. تمام. فاحنا عندنا مثلا هنا في الاستراكشر بتاع البي جي تي، انا براجع بسرعه، الان لاير از ادد في الباور بتاع البي جي تي بتسمى اللي هي بنسميها الدريفت ريجون بالنسبه لنا. في عندك اهو بيقول لك مثلا بي ان بي ان لاير، هو رسم لك شكل كده بيوضح لك التوصيل بتاع الاستراكشر بتاعه البايبولر ترانزستور عن طريق ان هو عامل بيعمل دوبينج بان مثلا بوزيتيف، مزود الان تايبس بتاعته، حاطط هنا مثلا كاتب 10 اس 19 الكترونز بير سنتيمتر كيوب، عدد الالكترونات في الحجم المعين، هنا عدد الهولز مثلا 10 اس 16، هنا مقلل الدوبينج فكاتب ان ماينس ب 10 اس 14، هنا ان بلس تاني 10 اس 19. يعني دي طريقه الايه هي دي بتعبر عن الاستراكشر بتاعه الايه البي جي تي. وطبعا هنا معبر لك السيكنس قد ايه التخانه، طبعا هي في رينجات المايكرومتر، يعني بيقول لك ان البيس سيكنس من 5 ل 20 ايه مايكرومتر، اللي فوق ده هو اللي هو الدريفت ريجون، هنا في عندي الكوليكتور من 50 ل 200 مايكرو اللي هو الجزء ده برضو بتاع الدريفت ريجونز اللي هو بتاع الكوليكتور ريجون اللي هو من 50 ل 200 مايكرومتر. في عندي هنا السيكنس بتاع الان بوزيتيف ده عباره عن 250 مايكرومتر، كله بالمايكرو زي ما انت شايف. طبعا هنا الفي اي كاركترستكس بتاعتنا اهي، انا عندي الاي سي مع الفي سي اي فور ديفرنت اي بي، هي دايما بنرسم لاي اي بي او لبيتا معينه بيرسم الاي سي مع الفي سي اي. وطبعا زي ما قلنا هنا في الجزء في الاول ده ساتوريشن هارد ساتوريشن يعني متشبع، وهنا كوازي ساتوريشنز يعني اقل او ساتوريشن يمكن يقول تخيلي يعني شويه. وبعدين بيبقى الجزء بتاع اللينير ريجون اللي بيمثل الاكتيف اللي هو بيشتغل فيه الترانزستور كامبليفاير يعني بيكبر السيجنال بتاعه. والريتنج تبقى عارفه برضو، ممكن اسالك في ام سي كيو خاصه بالريتنج بتاعت البي جي تي مثلا، ان الفي سي اي لازم تبقى اقل من ايه من 1000 الكرنت، اي سي اقل من 400، نسال في حاجات زي كده الريتنج بتاع كل جهاز والتاني. تمام. انا براجع سريعا يعني، طبعا هنا ادي الانواع ان بي ان وبي ان بي، رسم لك برضو ادي الاي سي مع البي سي اي فور ديفرنت اي بي، والشكل الكاركترستكس ده مشهور جدا ان بنرسم لما بنرسم الاي سي مع البي سي اي. وطبعا دار لينجتون مهم جدا تبقى عارف الجين بتاعه، انا براجع البيتا بتاعتي بتاع دار لينجتون، البيتا اللي هي الجين بتمثل الكرنت جين، لو انت شغال مع ترانزستور واحد يبقى الجين بتاعه بيتا خلاص، لكن انا هنا في الدار لينجتون بير ده نوع من انواع البي جي تي اسمه دار لينجتون بير، في تو ترانزستور، واحده ان بي ان واحده ان بي ان، زي ما انت شايف متوصله بالشكل اللي قدامي، الجين عباره عن بيتا 1 زائد بيتا 2 زائد بيتا 1 في بيتا 2، يعني بيتا 1 اللي هي بتمثل الكرنت جين بتاع الترانزستور الاولاني، البيتا 2 الكرنت جين بتاعه الترانزستور الثاني، فهو مجموع بيتا 1 زائد بيتا 2 زائد حاصل ضرب بيتا 1 في بيتا 2، هو دوت بيمثل لي الايه الكرنت جين بتاع دارلينجتون، مهم قوي تبقى عارفه، ممكن اسالك فيه برضه. جينا انطلقنا بعد كده على الميتال اوكسايد سيليكون فيت افكت ترانزستور اللي هو بيمثل الموسفيت، براجع معاك برضو الموسفيت دوت برضو ايه اختلافه عن البايبولر ترانزستور، من اهم الاختلافات ان الجيت التيار اللي ماشي في الجيت بيساوي زيرو، يعني الجيت هو زي البيز في البايبولر، طبعا التيرمينالز بتاعتك هم عباره عن جيت ودرين وسورس. تمام. طبعا بيسميه ماجوريتي كارير ديفايس لان الكارير بتاعته بيعتمد على الماجوريتي كارير، مفيش ريكومباينيشن ديلي في الماجوريتي كارير. طبعا الجيت معزوله كهربائيا من السورس، يعني دي في التركيب الداخلي الجيت بتبقى معزوله عن السورس، بتجيب الموسفت بتخلي الموسفت بتاعك بيعتبر جود انبوت امبيدنس اند جود كاباسيتنس، مفيش سكندري بريك داون اريا، الدرين تو سورس ريزيستنس اللي هي المقاومه ما بين الدرين للسورس دي قلناها كتير، بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنتس يعني المعامل بتاع درجه الحراره بيكون موجب، يعني ان هو بيزود لي في درجه الحراره، لما بتزيد الريزيستنس بتزيد معاها درجه الحراره نتيجه المعامل ده، كانت نيجاتيف في البايبولر ترانزستور. تمام كده، ده برضو مراجعه سريعه. وقلنا انواع الموسفيت في اربع انواع، ان شانل ديبليشن وبي شانل ديبليشن وان شانل انهانسمنت وبي شانل انهانسمنت،
يبقى في الترانزستور الباي بولر عندي نوعين، ال ان بي ان والبي ان بي. انما بالنسبه للموسفيت عندي اربع انواع، ال ان شانل ديبليشن والبي شانل ديبليشن، وعندي ال ان شانل انهانسمنت والبي شانل انهانسمنت. ديت اللي موجوده عندي بالنسبه للموسفيت بانواعها، ورسم لك شكل كده بيعبر عن الاي درين مع الفي درين تو سورس فور ديفرنت في جي اس، زي ما رسمنا الاي سي مع الفي سي اي فور ديفرنت اي بي، نفس الكلام عملناه بالنسبه للموس ترانزستور، بنرسم الاي مع الفولت. تمام كده ماشي. الموسفيت ستراكشر برضو التركيب بتاع الموسفيت، التركيب الداخلي بتاعه من جوه هو دايما بيبقى ان وبي تايبس، بس حاصل دوبنج مثلا بان معين عشان يبقى السيمي كوندكتور ده يتحول الى ايه، الى كوندكتور. برضو دوت كان من الكلام اللي قلناه. الريتنج برضو مهمه، تبقى عارف ايه الموسفيت ريتنج، تبقى عارف ان البي دي اس اقل من ال 500 فولت، الفولت ما بين الدرين للسورس، الكارنت من الدرين للسورس اقل من 200 امبير. طبعا هنا الديفايسز فيو 100 واتس، ممكن لميجا في الميجا هرتز رينج. الفريكوانسي بتاعك اكبر من 100 كيلو، طبعا 100 كيلو يعني سريع جدا عن بالنسبه للبايبولر ترانزستور. طبعا هنا تيرن اون اند اوف از فيري سمبل، في التيرن اون اوف البي جي اس بتاعتك بتبقى حوالي 15 فولت، في التيرن اوف البي جي اس بتاعتك بتبقى 0 فولت. الجيت درايف سيركت طبعا هي تعتبر سيمبل سيركت. الفيتشرز بتاعته هو لو فولتج ديفايسز، هاي فولتج ديفايسز ار افيلابل اب تو 600 فولت، هو منه لو ديفايس ومنه الهاي فولتج ديفايس. اللي بستفيد منه كبار الكترونكس بستفيد منه في الجزء في الحاله اللي بيكون فيها هاي فولتج ديفايس. طبعا هنا بقى بيقول لك في دايناميك ريزيستنس، في نوع من انواع الريزيستنس اللي هي المتغيره لانها دايناميك، بيليمت الباور هاندلنج كابابيلتي بتاع الموسفيت. الهاي لوسز طبعا في لوسز جامده نتيجه الهاي فولتج ديفايسز، لما يكون شغال كهاي فولتج بيبقى فيه هاي ايه، هاي لوسز. دوميننت بيبقى في الغالب بيبقى في الهاي فريكوانسي ابلكيشن اللي هي اعلى من 100 كيلو هرتز. بيجست ابلكيشن بالنسبه للموسفيت في سويتشد مود باور سبلاي، في نوع من انواع الباور سبلايز. يعني ممكن اسالك الحاجه اللي بتستخدم ك سويتشد مود باور سبلايز، هل هو الموسفيت، هل هو الباي بولر، هل هو الاي جي بي تي، فانت تبقى عارف كل جهاز عشان هتتسال فيه. ورسمنا برضو علاقه ما بين الاي دي مع الفي دي اس فور ديفرنت في جي اس، زي ما انت شايف العلاقه كاتبها لك اهو، رسم لك هذه العلاقه فور ديفرنت في جي اس، وقال لك انك عندك الجزء الاولاني منها اللي هو الكيرف الداش ده لاينز، ده بيمثل اللينير ريجون اللي هو الترايود، وفي عندي الساتوريشن ريجون زي ما انت شايف كده، في جزء الساتوريشنز ريجون ده بيمثل هو ده الاكتيف ريجون، بيسميه الساتوريشن ريجون في الموسفيت. والفاكتورز المختلفه اللي خاصه بالموسفيت دي برضو قلناها، انا براجع سريعا يعني. وعملنا مقارنه مهمه قوي، المقارنه ما بين البي جي تي والموسفيت، انك انت برضو تبقى مذاكرها كويس، تبقى عارف ان البي جي تي ده بيعتبر باي بولر ديفايسز، ده بيعتبر الموسفيت ماجوريتي كارير ديفايسز، بيعتمد على الماجوريتي كارير هي اللي بتشغله. اللي هو مثلا ايه الماجوريتي كارير؟ يعني في الان تايب يبقى الالكترونز، في البي تايبس يبقى الهولز. ده بيعتبر كارنت كنترول ديفايس، يعني اللي بيتحكم فيه التيار، انما الموسفيت اللي بيتحكم فيه الفولت. الاوتبوت بيكونترولد باي كنترولنج بيزنج كارنت، لكن هنا الاوتبوت بيكونترولد باي كنترولنج جيت فولتج. الكوفيشنت بتاعت التمبريتشر نيجاتيف في البي جي تي بتبقى بوزيتيف، في التمبريتشر كوفيشنت بالنسبه للموسفيت بتبقى بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت. عمليه البارلل، لما انا اجي اقول ان البي جي تي ده متوصل مع حاجه معينه انه بيبقى بارلل معاها، دي ما اقدرش ان انا اشيل البي جي تي واحط بدلها حاجه بارلل، انها امبارلل معاها. انما في الموسفيت ممكن سهل جدا ان انا اقول ان الجهاز الموسفيت ده بارلل مع جهاز اللي متوصل بيه، دي بتبقى بسهوله من السمول سيجنال ايكويفالنت سيركت تقدر ايه تعملها. يعني مش لازم نتدخل فيها قوي، انت المفروض ان انت خدت الحته دي في الالكترونكس. طبعا هنا الدرايف سيركت از كومبلكس، هنا درايف سيركت الدرايفنج، انك تخلي السيركت بتاعتك تدرايف مثلا كارنت معين زي البيس كارنت، عشان تخلي البايسنج بتاعك في الباي بولر هو البيس كارنت. فالبيس كارنت ده عشان تخليه شغال لك الدايره بتبقى كومبلكس شويه، بتعقد لك الدايره شويه.
لكن هنا الدرايف سيركت از سيمبل، ات شود بروفايد كونستانت فولتج، يعني فولت ثابت على الجيت. احنا قلنا ان التيار بتاع الجيت ماله بزيرو، لا فاللي بيشغل فولت على الجيت يعني في فولتج معين، لكن بالنسبه للباي بولر اللي بيشغل الكرنت، ما احنا قلنا ده كرنت كنترول ديفايس، لان ليه؟ لان اللي بيشغله لي كرنت البي جي تي ان في تيار مشي في البيز، انما في الموسفت اللي بيشغله لي فولت ابلايد على الجيت، لذلك قلت عليه فولتج كنترول ديفايس لان ما فيش تيار اصلا في الجيت. تمام، خلي بالك من الحته دي. اللوسز بتبقى موجوده في البي جي تي بتبقى قليله، اللوسز بتبقى في الباي بولر بتبقى كبيره. بيستخدم في الابلكيشن، خلي بالك بقى الباور ابلكيشنز، في الهاي باور ابلكيشن الباي بولر افضل، يعني كواحد باور الكترونكس بتستخدم بي جي تي اكتر، انما في الباور ابلكيشنز بالنسبه للموسفت بتبقى لو باور ابلكيشنز، الباور بيبقى اقل من البي جي تي. البي جي تي ليها هاي فولتج وكرنت ريتنج، يعني بالنسبه لمعدلات الكرنت والفولت عاليه. زي ما انا قلت طالما قلنا في الموسفت انه لو باور اكيد يبقى الفولت والكرنت ماله معدلاته اقل ليس ما عن الباي بولر. السويتشنج مشكله بقى الباي بولر، يعني هو كبار الكترونكس هو شغال هاي البي جي تي، انما الموسفت شغال اقل. ولذلك في كان طالب سالني على الواتس بيقول لي ده الموسفت قليل، ما احنا قلنا في المحاضره اهو ان هو لو باور ابلكيشنز، ما الكلام ده احنا قلناه، وهو يعتبر الكترونيك ديفايسز ان هو شغال كسيمي كوندكتور، ده يعتبر سيمي كوندكتور وانت حولته لكوندكتور عن طريق الدوبنج. بعد كده السويتشنج فريكوانسي، يعني سويتشنج فريكوانسي يعني بيسويتش اون واوف، يعني مثلا السويتشنج بتاعه بيبقى لوور زين الموسفت، في البي جي تي بتبقى بطيء شويه، انما بالنسبه للموسفت سريع جدا، سويتشنج فريكوانسي صعب. تمام، دي حاجات لازم تبقى عارف. جينا بقى خدنا حاجه وسيطه بتكون ما بين البي جي تي وما بين الموسفت، اللي هي الانزوليتد جيت باي بولر ترانزستور اللي هي الاي جي بي تي. فهي بيقول لك بريفيرد ديفايس، ممكن اجي اسالك ايه اني البريفيرد ديفايس فور فولتج اباف 300 فولت وبيلو 5 كيلو فولت، فهل هو الاي جي بي تي ولا هو الموسفت ولا هو الباي بولر؟ تختار يعني، فاهم؟ ادي نوعيه من الاختيارات. برضو في 3 تيرمينالز جيت وسورس ودرين زي نظيره اللي هو زي الموسفت. بردك هما زي ار تيرن اون اند اوف، يعني ممكن تيرن اون اند اوف باي ابلاينج لو فولتج بالسز تو زير جيت، يعني بلصات كده، البلص دي لما تبقى بوزيتيف تشغل، تبقى نيجاتيف ما تشغلش. طبعا هو خليط من البي جي تي والموسفت، كاركترستكس من خواص البي جي تي والموسفت. ليه نيمز مختلفه ثانيه، جين انهانسد موسفت، وفي ناس بتسميه كوم فيت اللي هو كوندكتيفيتي موديليتد فيت، وفي ناس بتسميه انزوليتد جيت ترانزستور، وده اي جي تي. لكن هو اشهر اسم ليه اللي هو الانزوليتد جيت باي بولر ترانزستور اللي هي الاي جي بي تي. طبعا السوبيريور اون ستيت كاركترستيك، هو بيعتبر جود سويتشنج سبيد، السرعه بتاعته بتعتبر مقبوله، مش 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 سريع قوي ومش بطيء قوي، يعني مش واخد سرعه الموسفت ومش واخد بطء الباي بولر. طبعا المزايا بتاعته هاي كارنت كابابيلتي او بي جي تي، يعني اند ايزي كنترول اوف موسفت، بياخد الهاي كارنت بتاع البي جي تي وبياخد سهوله الكنترول اللي موجوده في الموسفت، ان الموسفت بيعتبر الكنترول بتاعه ايه اسهل، فواخد ميزه من هنا وميزه من ايه من هنا، يعني زي ما يقول لك خير الامور الوسط. فالاي جي بي تي مفضل عندنا بسبب ان هو مجمع ما بين مزايا الموسفت والايه والباي بولر ترانزستور. تمام كده. طبعا هنا بيقول لك هنا كلام دوت نفس الكلام اللي قلناه، بيقول لك هنا السويتشنج فريكوانسي اللي بنقول عليها اب تو 100 كيلو هرتز، التيبيكال ابلكيشن الابلكيشنز بتاعته بتبقى من 20 ل 50 كيلو هرتز. الشكل بتاعه او السيمبوليك بتاعه هو عباره عن اهو موس وباي بولر، اهو الموس ترانزستور وبي جي تي، ان شانل موسفت متوصله كاسكيدد مع بي ان بي ترانزستور، فده بيعمل لي الشكل اللي قدامي. الشكل اللي برضه مصغر ليه بيبقى دي كوليكتور وادي اميتر، وبحط هنا مش بيز بحط جيت، ده الشكل السيمبولز بتاعه. وعندي تيار الجيت بزيرو، يبقى اكيد تيار الكوليكتور لما تعمل كي سي ال هو المفروض اهو الكوليكتور، في عندي هنا الاي سي والاي اي، بس الاي جي والاي اي، الاي جي بزيرو، فبالتالي هو المفروض ان الاي اميتر مجموع الاي كوليكتور والاي جي، فهنا الاي جي بزيرو يبقى الاي كوليكتور هو الاي اميتر. هنا كان بيبقى فيه الاي بيز، فكنت بقول ان الاي اميتر عباره عن اي كوليكتور زائد اي بيز، وكنت بشيل الاي كوليكتور احط بدالها بيتا اي بي لو انا شغال اكتف، ويبقى بالتالي ان الاي اميتر عباره عن بيتا زائد واحد في الاي بي. تمام كده.
في عندنا الاي جي بي كاركترستيك كيرف، بيبقى عندنا الاي جي بي تي كلاسيفايد از نون بانش ثرو اي جي بي تي اللي هي الان بي تي، اور سيمتريك اي جي بي تي او اسيمتريكال اي جي بي تي. خلاص دي برضو قلناها الاسيمتريك والسيمتريكال اي جي بي تي. هنا بص كده ادي الكاركترستكس بتاعتي، بيرسم لك هنا الكوليكتور تو اميتر فولتج مع الكوليكتور كارنت، ادي الاي سي مع الفي سي اي فور ديفرنس فاليوز اوف في جي اي، وطبعا زي ما كنا قلنا البي ثريشولد اللي هي كانت بتبقى موجوده عندي في المصر لازم ابقى اكبر منها عشان الترانزستور يشتغل، اقل منها ما يشتغلش ليه حسب نوع لو ان شانل او بي شانل وكان في انهانسد وفي ديبليشن، فكل الحاجات دي تبقى انت اوير بيها. بردك هنا الاي جي بي تي ماتريكس والدي ماتريكس زي المزايا وعيوب، هو بيعتبر فولتج كنترول ديفايس اللي بيتحكم فيه الفولت، ليس اون ستيت لوس، هاي سويتشنج فريكوانسي التردد بتاعك هاي سويتشنج، نو كوميوتيشنز سيركت، الجيت ليها فول كنترول اوفر ابلكيشن، التمبريتشر كوفيشنت فلات، انت كنا بنقول بوزيتيف ونيجاتيف في حاله البايبولر والايه والموسفيت، هنا بنقول فلات تمبريتشر كوفيشنت. العيوب ستاتيك تشارج بروبلم، في التشارج بروبلم مشكله البروبلم بتاعه التشارجنج ستاتكس، في عندك التشارج ثابته فبتعمل لي مشكله، وبعد كده بيعتبر ان هو برضه بيبقى فيه بعض العيوب من البي جي تي والموسفيت، فدي بتعتبر دي ماتريكس. هنا عامل لك زي كومباريزون في الاي ما بين دي الباور باي بولر الباور موسفيت الاي جي بي تي، عامل لك مقارنه ما بين الفولتج ريتنج بتاعك، بيقول ان هو هاي اقل من 1 كيلو فولت، وبرده في الباور موسفيت اقل من 1 كيلو فولت، لكن بص بقى في الاي جي بي تي عالي جدا اعلى من 1 كيلو فولت. الكرنت ريتنج معدل التيار عندي بيبقى اقل من 500 امبير، وهنا عندي قليل اقل من 200 امبير، وفي عندي الاي جي بي تي اعلى من 500 امبير. الانبوت درايف برضو عندي هنا بالنسبه للبايبولر الجين بتاعه في ليه كرنت جين من 20 ل 200، بالنسبه للباور موسفيت الانبوت درايف بتاعه فولت زي ما احنا قلنا اللي بيقودني فولت مش بيقودني ايه تيار، فهو الفولت ما بين الجيت للسورس لازم يبقى ما بين 3 ل 10، انما الاي جي بي تي بيقودني فولت برضو بس مش ما بين الجيت والسورس الجيت والاميتر، لان انا دلوقتي عندي جيت واميتر في الاي جي بي تي ما بين 4 و8 فولت. الانبوت امبيدنس بتكون قليله في البايبولر بتكون عاليه في الباور موسفيت بتبقى عاليه في الاي جي بي تي، الاوتبوت امبيدنس بتبقى قليله في البايبولر بتبقى وسط في الموسفيت بتبقى قليله في الاي جي بي تي، السرعه قليله في البايبولر طبعا فاست جدا نانو سكند، ده بيعبر زي الايه التايم بتاعك، ما هو ما بيبقى تايم قليل يبقى سريع سويتشنج اون واوف الزمن بياخد ايه نانو سكند، في الاي جي بي تي بيبقى ميديوم وسط. الكوست بيبقى عندي قليل جدا في الباور بايبولر بيبقى ميديوم في الباور موسفيت بيبقى عالي جدا في الاي جي بي تي. طبعا هنا بقى ندخل بقى على الجديد اللي هو الحته المهمه بقى اللي انا ايه لسه عايز اشرحها النهارده، الجيت تيرن اوف ثايريستور اللي هو الجي تي او. ده نوع من انواع برضو الباور ديفايسز باور الكترونكس ديفايسز. طبعا هو زي ما انت شايف الشكل بتاعه كده، هو يعتبر زي النورمال ثايريستور بات كان بي تيرند اوف يوزنج جيت ترانزستور. الجيت ترانزستور هي اللي بتتحكم، هي اللي ممكن تخلي لي ان انا اعمل له تيرند اوف ان انا اقفله، لكن التيرند اوف ده از ديفيكالت المفروض ان هو صعب جدا، بحتاج لفيري لارج ريفرس جيت كارنت، انا بحتاج لفيري لارج ريفرس جيت كارنت نورمالي خمس اوف انود كارنت. الريفرس كارنت اللي انا بحتاج عشان اشغله حوالي 5 اوف انود كارنت. تمام الجيت درايفن ديزاين از فيري ديفيكالت، يعني المفروض ان هو ايه صعب جدا اللي هو ان انا طبعا اللي بيقوده هو الجيت التيار بتاع الجيت، فهو بيقول لك ان هو از فيري ديفيكالت نتيجه لفيري لارج ريفرس جيت كارنت تيرند اوف. الريتنج بتاعه هايست باور ريتنج سويتش، يعني المعدلات بتاعته عاليه جدا. الفولتج بتاع الفولتج بتاعي ما بين اللي هي الايه
والكي الانود والكاثود يعني بيسميها، لان انا زي ما انت شايف كده، شايف زي دايود وفي جزء كده جيت متوصل بيه زي ترانزستور. فبيقول لك الفولت ما بين الاي والانود والكاثود اهو اقل من 5 كيلو فولت. الشكل بتاعه برضو انا يعني ايه عايز اقول لك ان انا عامل عندي زي دايود وفي جزء كده زي ترانزستور اللي هو الشكل بتاعه الثايرستور. الكارنت بتاعه الاي اي اللي ماشي فيه اللي هو ده بيبقى اقل من 5 كيلو امبير. الفريكوانسي بتاعتي اقل من 5 كيلو هرتز. طبعا هنا بيعتبر لو اند فروم اي جي بي تي هاي اند فروم اي جي سي تي، ودي هنفهمها كمان شويه. الكلاسيفيكيشنز بتاعته في اسيمتريك وفي سيمتريك. التصنيفات يا اما يكون اسيمتريك جي تي او يا اما يكون سيمتريك جي تي او. يعني هنا يا اما هو نفسه قلنا جي تي او ده اختصار لجيت تيرن اوف ثايرستور، يا اما يكون اسيمتريك يا اما يكون سيمتريك. امتى اقول عليه اسيمتريكال وامتى اقول عليه سيمتريكال؟ الاسيمتريكال تايب ار ذا موست كومن تايب، هو ده اللي تلاقيه مشهور قوي. ده نورمال يوزد ويث انتي باراليل دايود. انتي باراليل يعني ايه؟ يعني مش باراليل دايود. زي دونت هاف ريفرس بلوكينج كابابيليتي، ما عندوش مثلا يعني ايه هاي ريفرس بلوكينج كابابيليتي؟ ريفرس يعني الايه العكسي، التيارات العكسيه اللي بتعمل بلوكينج. بلوكينج يعني ايه؟ تخليك كانك بتبلوك الحاجه، تمام؟ فهو ما عندوش الحته دي ان يخلي لك ان التيار كانه مش ماشي، كانك اوبن سيركت. بيستخدم في الفولتج فيد كونفرترز، يعني الكونفرترز اللي هو المحولات اللي بتحتاج لفولتج فيد تغذيه من الفولت. السيمتريك بقى طيب ايكوال فورورد وريفرس بلوكينج، يعني في الفورورد والريفرس ليهم الايكواليتي، يعني الكابابيلتي مش الثانيه اعلى في الريفرس زي ما اعلى سوري في الفورورد بالنسبه للاسيمتريك. عشان كده سمى اسيمتريك، الثاني سمى سيمتريك ليه؟ لانه ليه ايكوال فورورد اند ريفرس بلوكينج كابابيلتي. يعني فورورد ان هو يخلي التيار يعدي، بالريفرس ما يعديش، عنده ايكوال في الاثنين. وبيستخدم مش في الفولت فيد كونفرتر، في الكارنت فيد كونفرترز. يعني ده فولتج فيد كونفرتر ده الاسيمتريك، انما بالنسبه للسيمتريك بيبقى كارنت فيد ايه كونفرترز. الكونستراكشن برضو الداخلي بيبقى هو زي ما انت شايف كده، بيبقى فيه دوبنجز عالي. طبعا هنا في كاسود وفي الانود متوصلين، وفي عندي الجيت زي ما انت شايف كده. في الجزء بتاع الكاسود بيبقى فيه هيفلي دوبنج من الان، ومعانا ادي البي في الجيت بحط هيفلي دوبنج من البي. وفي عندي زي هنا الان تايب ما فيهاش دوبنج، وفي الجزء اللي تحت برضو بتاع الانود، يعني في جزء الكاثود وفي جزء الانود بيبقى فيه الهيفلي دوبنج. هيفلي دوبنج طبعا هنا كاني عندي ان بي ان، وفي فوق هنا ان بي ان، وفي ما بينهما الان تشانلز بتاعتي. فبيقول لك هنا ان ذيس ان بلس لاير ات ذا كاثود اللي هو ديت از هايلي دوب تو اوبتين هاي اميتر افشنسي، عشان تدي هاي اميتر افشنسي. طبعا due to this breakdown voltage اللي بالنسبة لي بيحصل في junction 3 is low. عشان يحصل breakdown voltage بيبقى قليل، يبقى عايز فولت من 20 ل 40 فولت. ال doping level بقى بتاع ال B type is highly graded اهو as a trade off ما بين ال high emitter efficiency ال low doping required واحدة و good turn off probabilities اللي هي الهاي دوبينج ريكوير. يعني هنا الدوبينج ليفلز بتاعك اللي هو البي بلس ده المفروض هايلي جرادد. هايلي جرادد يعني عماء، يعني مش الدوبينج متوزع جرادوالي تدريجيا نتيجه ايه؟ هاي اميتر افشنسي فبيبقى فيه له دوبينج. يعني لما الاميتر بيكون في هاي دوبينج بيبقى فيه له دوبينج ناحيه الاميتر، وهاي دوبنج في الناحية التانية لما يكون هاي اميتر افشنسي بيبقى لو دوبنج. طيب لما بيكون لو افشنسي بيبقى هاي دوبنج، يبقى كأنه جرادوالي الدوبنج بتاعك جرادوالي تدريجي مش متوزع توزيع ايه يونيفورملي، يعني مش منتظم، لا ده بيبقى فيه تدرج حسب الاميتر افشنسي. طيب الجنكشن ما بين البي بلس انود اند ان از كولد بنسميها الانود جنكشن، يسموها الانود جنكشن. طبعا هنا في الهيفلي دوب بي بلس انود ريجون از ريكوير عشان توبتين هاي افشنسي اون تيرن اون بروبرتي. انا بعمل ليه الهيفلي دوب ده؟ عشان اخليه ليه هاي افشنسي في التيرن اون. فالتيرن اوف برضو بتتاثر، بس مش التيرن اون هي اللي بتبقى اقوى. طبعا هنا عشان التيرن اوف بتتاثر بهذا از افكتد،
بنحلها بانتروديوسنج هيفلي دوب دي ان لاير ات ريجولار انترفال. بنقدم برضو تطعيم من الان بوزيتيف عشان نحاول نعالج المشكله بتاعه التيرن اوف اللي هي متاثره بنتيجه الدوبنج بتاع البي باس. وبتسمى هذه كولد انود شورتد ستراكشر. طبعا هنا كل ده بيتسبب ان الالكترون بترافل من البيز ان تو انود ميتال كونتاكت دايركتلي وزود كوسنج هول انجكشن فروم بي بلس. طبعا هنا نتيجه الدوبنج ده ان انا بعدي الان دي بقدر ان انا اعدي للناحيه الثانيه بالان بلس والبي بلس والان بلس في الجزء بتاع الايه الانود. طبعا الريفرس بلوكينج از ريدوسد اند سبيد اب التيرن اوف ميكانيزم. الريفرس بلوكينج ده يعني عملية الريفرس ان الترانزستور بتاعك اكت كأنه تيرند اوف بيبقى قليل قوي. وطبعا السبيد اب بتبقى ايه عالية السبيد اب ميكانيزم بتبقى موجود. طبعا الوركينج بتاع جي تي او الجيت تيرن اوف ثايريستور بيعتبر فور لاير بنقول عليه بي ان بي ان يعني من اربعة لاير باور سيمي كوندكتور سويتشنج ديفايس. هو ذات كان بي تيرند اون المفروض ان هو بيحصل له عمليه تيرنج اون يعني بيشتغل تمام بشورت بالص من الجيت كارنت. يعني عندك بالصايه صغيره انت عارف طبعا البالص يعني ايه يعني بالص دي يعني ليها امبليتيود وفتره وفتره ثانيه بتكون مثلا بزيرو امبليتيود مثلا. فهي شورت بالص بالصايه صغيره كده من بتبقى على الجيت كان بي turned off by a reverse gate pulse. لما تيجي البالس نفسها تبقى في الجزء الريفيرس يحصل لها turned off. لما تكون في الجزء اللي هو positive تبقى حصلها turned on. يبقى هي شغالة عن طريق بالس هي اللي بتدخل لها هي دي اللي بتشغل. طبعا هذه الريفيرس جيت current amplitude بتعتمد على الانود current to be turned off. بتعتمد ان الانود current بتاعك يبقى turned off. ما فيش طبعا نيت الاكسترنال كوميونيكيشن سيركت. ما فيش بقى ان انت تجيب دايره عشان تعمل تيرن اوف للدايره عشان تقفل الدايره بتاعتك. الانفرتر سيركت بيلت باي ذيس ديفايس ار كومباكت اند لو كوست. طبعا هنا التكلفه بتاعتها بتبقى قليله زي طبعا هي بترن اون ببوزيتيف جيت كارنت وترن اوف باي نيجاتيف جيت فولتج. يبقى هنا هي بترن اون بكارنت بوزيتيف بيبقى ابلايد بوزيتيف كارنت على الجيت وبالترند اوف بنيجاتيف فولتج ابلايد على الكاثود. طبعا هنا الكاركترستكس بتاعتها لازم بنبقى عارفين الاي مع الفي خلاص اتعودنا الشكل وبنرسم. بس خلي بالك بص كده بقى الشكل بتاعك عامل ازاي. ادي اهي بيحصل زي فلكشن كده بتحصل زي كير الكيرف بتاعك بيجي بيتغير بشكل ايه غير اللي كان موجود عندي في البايبولر ترانزستور. لكن في الجزء بقى بتاعت الترند اوف بيبقى عامل زي ايه كده قريب من شكل الزينر دايود في التيرند اوف. لكن التيرند اون بيبقى بهذا الشكل طيار عمال بيزيد وبعدين ايه بيرجع زي ما انت شايف كده. هو طبعا البرفورمانس بتاعه مختلف شويه. طبعا هنا ذا فيرست كوادرنت كاركترستيك طبعا هنا بيبقى قريب من السي ار دي واحده. اللاتشنج كارنت والهولدنج كارنت ار كونسيدرابلي هاير ذان الاس سي ار. الجيت درايف كان بي ريموفد. طبعا الجيت الكرنت بتاع الجيت هو دي هو بيقول فاضل دقيقه واحده ويقفل. الانود كرنت از مور ذان ذا هولدنج كرنت. طبعا هنا يعني ممكن الزوم يقفل معانا فجاه يا جماعه فهو بيقول لي ليس ذان 1 مينيت. طيب انا هحاول ابعت يعني ابعت لكم لينك تاني على الجروب معلش. طيب هو بس الجزء المهم اللي عايز اقوله بس اللي هو جي تي او بي اي كاركترستكس برضو ان انا زي ما انتم شايفين الاي في مع الفي اي هو بس بيوضح لك الجزء بتاع فيه عندي الريفرس بلوكينج ستيت والفورورد بلوكينج ستيت. الجزء بتاع الفورورد في الجزء بتاع الفورورد بيبقى فيه عندي جزء في الجيت تريجر تيرند اون اللي هو الجزء دوت وفي عندي الجيت تريجر تيرند اوف اللي هو الجزء اللي ايه اللي فوق. يعني ده الشكل بتاع الكاركترستكس بتاعت الجي تي او. ده سيمتريك جي تي او ليها هاير ريفرس بلوكينج كابابيلتي عن الاسيمتريك تايب. بعد سمولر فولتج من 20 ل 30 فولت الجي تي او بتبدا تكوندكت ان ذا ريفرس دايركشن نتيجه الانود شورت ستراكشر. يعني ده الاستراكشر بتاع الاي مع الدي بتاع الايه الثايريستور بتاعي. بعد كده
في عندي طبعا هنا بيتكلم على الجيت تيرن اوف كارنت جين، بيقول لك التيرن اوف يعني الكارنت بتاعك دوت اثناء انك انت بيحصل تيرن اوف للترانزستور. دي حاجه مهمه اللي هي كانت موجوده في الرسمه بتاعت الاي في، بتتعرف بانها النسبه الريشيو ما بين الانود كارنت نسبه بريور تو ذا تيرن اوف تو ذا نيجاتيف جيت كارنت، النسبه ما بين الانود كارنت للتيرن اوف بتاع النيجاتيف جيت كارنت عشان يريكوايرد ان هو يعمل تيرن اوف للترانزستور بتاعي. النسبه ما بينهم انك بتشغل الترانزستور نسبه للتيار اللي ما بيشغلش الترانزستور ده، النسبه دي بنسميها التيرن اوف كارنت. طبعا هي فيري لو من 4 ل 5، ات مينز طبعا الريتنج بتاعك بتشغل 6000 امبير ريتنج، بتحتاج ل 1500 امبير جيت كارنت بولس عشان تشغل المعدل الكبير ده. الجيت بولس ديوريشن والباور لوس ديو تو ذا جيت بولس از سمول، البولس ديوريشنز بتاعه الجيت واللوسز بتاعه الباور نتيجه الجيت بولس بتبقى قليله. طبعا السبلاينج بتاعك بيبقى عن طريق لو فولتج باور موسفت اللي بيشغل الترانزستور اللي بيشغل لي الثايريستور بتاعي او الجهاز بتاعي. طبعا هنا ذيس جيت تيرن اوف كابابيلتي تعتبر ادفانتجز، تعتبر من المزايا لان هي بتمدني بفلكسابيلتي عاليه في السيركت ابلكيشن، يعني اقدر استخدمها في ابلكيشنز كتير زي ما هنتكلم على الجزء بتاع الابلكيشن بتاع جي تي او. طبعا هي بوسيبل تو كنترول، بتقدر تتحكم في الباور بتاعك في الدي سي سيركت من غير ما تستخدم اي سيركت خارجيه. طيب سامري كده عن جي تي او، الادفانتجز بتاعته والديس ادفانتجز دي مهمه جدا. المزايا بتاعت جي تي او اللي هي بتبقى عباره عن هاي بلوكينج فولتج كابابيلتيز، طبعا هي بتبقى البلوكينج فولتج اللي هي ما بتخليش تشتغل بتكون هاي، هاي اوفر كارنت كابابيلتيز ديورينج تيرن اوف. طبعا هنا بيبقى في الكرنت الجيت بتاع الكرنت جيت بيبقى قليل، ده بيقلل اللوسز. طبعا هنا بتكون سريعه وافيشنت في التيرن اوف. طبعا هنا بتعتبر بيتر ستاتيك اند دايناميك دي في باي دي تي اللي هي فرق الفولت بالنسبه للزمن للتايم، بتكون بالنسبه لو شغال على الستاتيك تشارج او دايناميك تشارج بتكون افضل. طبعا هنا enhanced safe operating area during turn it off. الديسادفانتج طبعا الماجنيتيود بتاع نعم ايوه طيب الماجنيتيود بتاع الهولدنج كارنت سيفرال تايمز. طيب عمليه الكارنت بيحصل له هولدنج، يعني هولدنج يثبت عند قيله معينه زي ما شفنا في الاي في كاركترستكس بيبقى موجود سيفرال تايمز. تمام الاون ستيت فولتج دروب اند ذا اسوشيتد لوسز از مور، اللوسز اللي موجوده المصاحبه للفولتج دروب ده في الاون ستيت بيبقى مصاحب ل لوسز كبيره، دي بتبقى كتير قوي عندي في الجي تي او. طبعا هنا ديو تو ذا مالتي كاثود ستراكشر اوف جي تي او التريجرنج جيت كارنت بتبقى هاير ريكوايرد زين الايه النورمال اس سي ار، الجيت درايف سيركت لوسز ار مور. طبعا الفقد في اللوسز بتاع الجيت درايف، الجيت درايف ده هو اللي بيشغل لي الدايره، اللوسز بتاعه بيبقى كتير. الريفرس فولتج بلوكينج كابابيلتي بتبقى اقل لزان في الفورورد فولتج بلوكينج كابابيلتي، ده بالنسبه للسيمتريك يعني هو بيتكلم على السيمتريك جي تي او. طيب طبعا هنا الابلكيشنز بتاعت جي تي او بيستخدم في ايه، طبعا هو باور بيشتغل كباور درايفرز فبيشتغل في الموتور في المواتير، الستاتيك فولت في اي ار كومبنسيتورز نوع من انواع الكومبنسيتورز اللي ممكن ان انت بتستخدمها في زي في التكييفات وما نحو ذلك بتستخدم فيها الجي تي او، الاي سي تو دي سي باور سبلاي وذ هاي باور ريتنج بتستخدم دي سي سيركت بريكر واندكشن هيتنج، الهيتنج المستحث اللي بيستخدموه من ابلكيشنز اللي بتستخدم جي تي او، بتستخدم في لو باور ابلكيشنز في بعض التطبيقات اللي بتحتاج لو باور بيستخدم فيها، الدي سي شوبر، الشوبر ده احنا كنا اتكلمنا عنه لما اتكلمنا على الانفرتر والتشوبر والريكتيفاير، التشوبرز ده بيستخدم الجي تي او احدى الابلكيشنز بتاعته. في نوع بقى اخير اللي هو الانزوليتد جيت كومنيتيتد ثايريستور الاي جي سي تي، ده امونج ذا لاتست باور سويتشز
ده بيكوندكت بيوصل لايك النورمال ثايرستو الثايرستو العادي، لكن كان تيرن اوف ممكن ان انت تعمل له تيرنينج اوف يعني يبقى مقفول يوزنج جيت سيجنال زي الاي جي تي تيرن اوف يعني 20 فولت سفيشنت. انت زي ما شفت في جي تي او بيبقى عايز فولت عالي عشان يعمل ايه تيرن اوف، فده بيبقى بيحتاج تيرن اوف فولت قليل. الباور سويتش از انتجريتد ويز ذا جيت درايف يونت. المعدلات بتاعته الفولت ما بين الانود والكاسود هو الشكل بتاعه اهو، اقل من 6.5 كيلو فولت. التيار بتاعه اللي ماشي من الانود بيبقى اقل من 4 كيلو امبير. التردد بتاعي اقل من 1 كيلو هرتز. كارنت لي 10 كيلو فولت ديفايسز. فيري لو اون ستيت فولتج بيكون 2.7 فولت لل 4 كيلو امبير ديفايسز. ده البرفورمانس بتاعه. هنا في مقارنه ما بين طبعا هي ما بين الجي تي او والاي جي سي تي والاي جي بي تي. طبعا هنا بيقول لك الفول فورم الاسم المسمى بتاع جي تي او هو اسمه جيت تيرن اوف ثايرستور، الاي جي سي تي اسمه انزوليتد جيت كوميوتيتد ثايرستور، الاي جي بي تي انزوليتد جيت كوميوتيتد ثايرستور. الادفانتجز بتاعه بتاع كل واحده فيهم بتاع جي تي او كنترول تيرن اوف ابيليتي يعني عمليه التيرن اوف سهله، في الاي جي سي تي برده سهله، بالنسبه للاي جي بي تي برده ما فيش مشكله فيه. طب بالنسبه حاجه تانية في الادفانتجز في الجي تي او ريلاتيفلي هاي اوفرلود كاباسيتي، بتحتاج مثلا تقريبا اوفرلود كاباسيتي عاليه برده. عندي الاي جي سي تي فيها هذه الخاصيه، انما بالنسبه للاي جي بي تي بتبقى مينيمم وركينج، بتاخد في الشغل بتاعها مينيمم فولتج عشان تشتغل، دي بتبقى تعتبر من المزايا بتاعتها. طبعا هنا فيها سيريس كونكشنز بوسيبيليتي ان انا اقدر اوصل كذا جي تي او مع بعض، دي بتعتبر ميزه. وركينج فريكوانسي اوف هاندردز اوف هرتز، الفريكوانسي اللي بتشغلها بتكون يعني هاندردز اوف هرتز، مش بتحتاج يعني ترددات عاليه قوي. الاي جي سي تي بتحتاج كيلو هرتز، بالنسبه للاي جي بي تي مينيمم وركينج فريكوانسي اب تو 10 كيلو هرتز، بتبقى عاليه شويه التردد ايه بتاعها. برده يعتبروا دي مزايا مش عيوب بالنسبه لي. برده في الاي جي سي تي عندي سيريس كونكتنج بوسيبيليتي موجوده وهاي سايكليك ريزيستنس. بنلاقي الاي جي بي تي فيري لو كنترول باور، الباور اللي بيتحكم فيها بيبقى فيري لو يعني بالتالي اللوسز بتبقى قليله جدا. طبعا هنا بالنسبه بقى للديس ادفانتجز بتاعتي، الاون ستيت لوسز لما بيبقى في حاله الاون بتبقى عاليه. الكنترول باور، الكنترول باور اللي انا بستخدمها في الاي جي بي تي قلنا قليله، هنا لا دي عاليه. هنا ما فيش ديس ادفانتج في الاي جي سي تي تقريبا، هنا بالنسبه للاي جي بي تي برضو الاون ستيت بيبقى فيها لوسز عاليه. بعد كده الابلكيشنز بالنسبه للجي تي او بتستخدم في الباور درايفز، في الاستاتيك كومبنسيتور، في السبلاي سورسز، في الاندكشن هيتنج سورسز. الاي جي سي تي بتستخدم برضك في الباور درايف، بتستخدم في الانفرتر، بتستخدم في الفريكوانسي العاليه تردد. الاي جي بي تي بتستخدم في الشوبر، في السبلاي سورسز، الكومبنسيتور بس الاستاتستيكال كومبنسيتور، والاكتف فلتر. الاكتف فلتر هو الفلتر اللي هو بيبقى ليه جين فبيسمى اكتف، في السويتشنج ايه سورسز. يعني بعد كده هو كاتب بقى الريفرنس بتاعنا، يبقى يعني كده بيبقى المحاضره بتاعتنا انتهت. بقول لكم ان الامتحان بتاعنا على الجزء السلايد ديت والسلايد اللي فاتت انا مقسمهم على 2 سلايدز بس معمولين في 4 محاضرات. انت ذاكر السلايدز كويس، افهمها كويس. اي اسئله ابعت لي على الجروب بتاع الواتس. الاسئله هتكون ام سي كيو، بتبقى عارف كل ديفايسز ايه الفيتشرز بتاعته، ايه الريتنج بتاعه، ايه الاي في كاركترستكس بتاعته، بحيث ان انا لما بسالك في الام سي كيو تقدر انك انت ايه تجاوب. ماشي يا جماعة، كده يبقى انتهت المحاضرة. في أي أسئلة؟